السلام عليكم. لا غالب لكم، حزب الله ينشر فيديو يحاكي مراحل اقتحام موقع اسرائيلي وتدميره. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، واذا كنت من المشتركين لا تنسى الاعجاب بهذا الفيديو. نشر حزب الله اللبناني مساء يوم الاحد مقطع فيديو لمدة 6 دقائق يحاكي مراحل اقتحام موقع للقوات الاسرائيلية، وذلك في اجواء ذكرى نصر تموز يوليو 2006. ويحكي الفيديو الذي يحمل عنوان لا غالب لكم في مراحل اقتحام الموقع وسيطرة المقاومين عليه بالكامل ورفع رغية حزب الله على دشمة وسوارتا، وصولا الى تدمير الموقع وتحويله الى ركام وازالته من الجنوب. وجرى الجيش الاسرائيلي واجرى الجيش الاسرائيلي في وقت سابق تمرينا مكثفا باسم قبضة الضربة يحاكي حالة الحرب في جنوب لبنان، وذلك على خلفية التوترات المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله. وأفادت قناة E24 نيوز الإسرائيلية بأنه بعد 17 عاما من حرب لبنان الثانية، توجه المقاتلون في الفرقة السابعة من سلاح المدرعات التابعة للجيش الإسرائيلي بقيادة قائد اللواء يفاتح نوركين إلى وادي عرات الذي كان بمثابة منطقة تحكي منطقة القتال. وأضافت أنه في الوقت الذي تتزايد فيه التقارير حول الخلاف بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية الحالية، شاركت كتيبة أمريكية بشكل غير عادي في التمرين، والتي وصلت إلى إسرائيل بعد تمركزها في إحدى دول الخليج. وتحتج إسرائيل على قيام حزب الله اللبناني بنصب خيمة على الحدود منذ يونيو حزيران الماضي، وطالبت بإزالتها، فيما يقول لبنان إن الخيمة داخل الأراضي اللبنانية، مطالبا إسرائيل بالانسحاب من الجزء اللبناني الذي تسيطر عليه في قرية العجرة. وفي وقت سابق قال جيش الاحتلال إنه تعامل مع عناصر من حزب الله حاولوا استهداف السياج الحدودي بين البلدين، ونشر شريطا ما يظهر انفجارا ما بدا أنها قنبلة على مسافة قريبة جدا من 4 أشخاص على الحدود ركضوا بعد ذلك داخل الأراضي اللبنانية. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.